بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهانٍ إلى معالي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف ووكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية في الوزارة. أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح إدارة الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، مثمنا سموه رعاه الله الجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التربية على كافة المستويات في الإعداد والتحضير لهذه الامتحانات وما تم اتخاذه من إجراءات أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، راجيا سموه حفظه الله لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات كل التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم التعليمية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيات تهان إلى معالي وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف ووكيل وزارة التربية والوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية في الوزارة. ضمنها سموه أطيب تهانيه بمناسبة نجاح إدارة الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، مشيدا سموه بجهود وزارة التربية في الإعداد والتنظيم المتقن لهذه الاختبارات والذي أسهم في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، ومتمنيا سموه لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات كل التوفيق والنجاح في الارتقاء بتحصيلهم العلمي. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهاني مماثلة.